السلام عليكم طلاب المرحلة الأولى، صباحي مسائي، في كلية المستقبل قسم البناء والإنشاءات. هذا هو فيديو المحاضرة السادسة للكورس الثاني، عنوان وهو التشابتر الخامس اللي هو التكامل Integration. التكامل احنا دائما هو يكون عبارة عن معكوس التفاضل. أخذنا في التشابتر السابق هو الاشتقاق، وأخذنا قواعد الاشتقاق، وأيضا أخذنا اشتقاق الدوال المثلثية والشين رول والاشتقاق الضمني، وأيضا أخذنا الهاير دريفتيفز. هذا التشابتر يتكلم عن الانتجريشن. الانتجريشن هو عبارة عن معكوس المشتقات، ودائما عندنا اليو والفي هي تمثل دوال قابل للتكامل بالنسبة إلى قيمة اكس، قيمة اكس. أما قيم الـ N والـ C والـ A هي تعتبر ثوابت. يعني شنو ثوابت؟ يعني أرقام حقيقية، يعني 1، 2، 0، 3، 4، -1 إلى آخره. The integration formulas are، يعني عندنا عدة أنواع أو معادلات للإنتجريشن. أول قاعدة تقول إنه أنا عندي تكامل الديو هو عبارة عن UX زائد C، يعني تكامل المشتقة شنو؟ هو يرجع الدالة إلى أصلها. دائما التكامل لمن يكون للمشتقة، ولازم يتوفر عندي شنو؟ DX إذا كان المتغير هو X، DT إذا كان المتغير T، DS إذا كان المتغير هو S. فإذا المشتقة رمزها هو يعتمد على نوع المتغير. التكامل يعيد الدالة إلى أصلها، أما الاشتقاق هو يشتق الدالة الأصلية. إذا هذه ملاحظة تقول التكامل هو تكامل المشتقة ويرجع الدالة إلى أصلها مع الجمع مع الثابت. هذه ضروري زائد سي، ليش؟ لان انا ما اعرف الدالة اللي انا اشتقيتها كان بها ثابت او لا، لان مشتقة الثابت صفر، فاني ما اعرف انه هاي المشتقة كان بها ثابت اشتقيتها صفر او لا، فاني اخلي زائد سي. هذا يكون احتياط اخذ اذا كان المشتقة عندي بها شنو؟ عندي بها. القاعدة الثانية تقول إذا أنا كان عندي ثابت مضروب في مشتقة، إذا التكامل هو إنه أنا دائما الثابت يكون خارج التكامل، ثم أكامل المشتقة أي أحولها إلى الدالة الأصلية. إذا هذه ملاحظة شو تقول؟ التكامل يكون خارج العفو الثابت يكون خارج التكامل. القاعدة الثالثة تقول إذا أنا كان عندي دالتين سواء كان بيناتهم علامة جمع أو طرح، فأني من أكاملهم سوف يوزع التكامل على جميع الحدود. يعني أخذ التكامل لدالة اليو وأخذ التكامل لدالة الفي وأكامل كل دالة على حدة. أما القاعدة الرابعة شو تقول؟ تقول إذا كان أنا عندي دالة مرفوعة الأس، فكيف راح يكون تكاملها؟ إنه أنا الدالة الأس زائد 1 أو متغير مرفوع الأس، فراح يكون على الأس زائد 1 زائد سي. هذه القاعدة أقدر أطبقها إذا كان عند الأس أي رقم سالب 2، 3، 4، سالب 10، سالب 20، موجب 20، صفر، أو أي anyway، لا الصفر ما يصير. لكن هذه القاعدة ما أقدر أستخدمها عندما يكون الـ N سالب 1. ليش؟ لأن أنا عندي الـ أس سالب 1 وأجمعه ويا 1، لأن التكامل هو الـ أس زائد 1، راح يصفر عند الـ أس، وبالتالي المشتقة تساوي لي 1. ليش؟ لأن أي قيمة مرفوعة للصفر هي تكون 1. زين، شلون أكامله؟ أكامل إنه أنا أرجع الدالة كسرية، إحنا نعرف إنه الأس السالب هو كسر، أرجع الدالة كسرية ثم أخذ الهلين زائدا الكونستانت. القاعدة الخامسة تقول إذا كان عندي ثابت مرفوع على أس وليس متغير مرفوع على أس، ك
كيف يكون التكامل؟ انه ينزل الثابت للأس كما هو، اقسم على لن الثابت زائدا الكونستانت. هنا أنا لازم اوفر مشتقة الأس، اوفر مشتقة الأس. يعني ناخذ فور اكزامبل، نفتح برنامج البنت حتى تكون عندك الصورة اوضح. يعني أنا إذا كان عندي A مرفوع الأس 2X، أنا أريد تكامله. طبعا هنا أنا ما ننسى رمز المشتقة. إذن كيف التكامل راح يكون؟ راح يكون إذن يساوي، قلنا تنزل الدالة كما هي، A الأس X على اليمن على لن الA، على لن الA زائد الكونستان. هنا انتهى الحل. ما انتهى الحل. ليش ما انتهى الحل هنا؟ لان انا لازم اوفر مشتقة الاس. مشتقة الاس شقد؟ هي 2x مشتقتها 2. انا عندي بالسؤال 2، ما عندي بالسؤال 2. اذا اول شيء لازم اوفر مشتقة الاس بالدالة قبل التكامل، ثم اني انزلها ايضا بال. هنا ايش قد مشتقة الأس؟ مشتقتها 2. إذا أنا لازم أضرب باثنين وأقسم على 2. إذا هاي 2 هي مشتقة الأس، ما تنزل بالحل. من اللي ينزل عندي؟ اللي هو النصف. لحد هنا أنا ينتهي حل السؤال أو أطبق القاعدة. القاعدة الأخيرة وليس آخرا تقول تكامل الإكسبونيشن. دائما تكامل الاكسبونيشال هو ينزل اكسبونيشال زائد كونستانت، ايضا مع مراعاة توفير مشتقة الاس. ليش؟ لان المشتقة شو تقول؟ تقول انه اني انزل الدالة كما هي في مشتقة الاس. ناخذ فور اكزامبل ايفاليوت ذا فولوينج انتجرالز. يعني شنو؟ احسب التكاملات الاتية. اولا تكامل 3x تربيع dx. إذن أني الدالة شنو اشتقاقها؟ هي بالأصل شنو كانت الدالة؟ 3x الأس التكعيب. إذن أنا وفرت مشتقة الأس، أي إذن متوفرة. إذن أنا رأسا أعتبر الثلاثة كونستانت يكون خارج التكامل، ثم أكامل الدالة اللي هي x تربيع. شنو تكاملها؟ x تربيع زائد 1 وأقسم على الأس أيضا 2 زائد 1 زائد الكونستان. الثلاثة تروح ويا الثلاثة، فقط يبقى لي X تكعيب زائد ال C. الإكزامبل الثاني يقول أوجد تكامل 1 على X تربيع زائد X DX. هذه القاعدة شنو؟ تقول إذا أنا كان عندي دالتين مجموعتين مع بعض، أنه أنا أخذ تكامل الكل دالة على حدة. فش تصير الاكس تربيع؟ اني اصعدها لي فوق، تصير اكس اكس السالب 2 زائد اكس دي اكس. هسه اني اكامل كل داله على حدا، شو تصير؟ سالب 2 زائد 1. هنا قدرت اطبق الداله. ليش؟ لان هنا سالب 2 زائد 1 يطلع لي الاس سالب 1. اذا الاس ما صفر. لكن لو كان عندي الاس هنا ايش قد؟ سالب 1، كان اني ما قدرت انه اني استخدم هذه القانون، كان استخدمت ايضا قانون الا. اما الاكس شو تصير؟ اكس تربيع على 2 زائد سي اللي هو الكونستانت. هنا مجرد تبسيط للدالة، راح يكون x السالب 1 على سالب 1 زائد x تربيع على 2 ويساوي لي سالب 1 على x، لأن x السالب 1 هي الكسر. على x تربيع زائد 2 تقسيم 2 زائد c. ناخذ اكزامبل ثالث اللي هو تكامل x
مضروب في تحت الجذر x تربيع زائد 1. أول خطوة إنه أنا أحول الجذر من إلى أس. زين هاي شنو؟ راح تكون مشتقة الدالة أسية. مشتقة الدالة الأسية مو تكون هي الأس في القوس نفسه، الأس ناقص 1 مضروب في مشتقة داخل القوس. أنا هنا أنا القوس نزلته كما هو، الأس ناقص 1 نزلته كما هو، لكن مشتقة داخل القوس متوفرة؟ لا ما متوفرة. ليش ما متوفرة؟ لأن أنا هنا أنا عندي x والمشتقة شنو؟ المشتقة هي 2x. إذا لازم شو أوفر؟ أوفر الاثنين. إذا أضرب في 2 وأقسم على 2. هاي الاثنين x ما تدخل بالحل، مشتقة داخل القوس. راح أنزل النص x تربيع زائد 1، نص زائد 1 ثلاثة أرباع على ثلاثة أرباع زائد 1. هذه البسط يصعد المقام، يصعد بسط. إذا تنحذف الاثنين ويا الاثنين، وراح تكون الدالة 1 على 3، x تربيع زائد 1 الأس 3 على 2 زائد الكونستانت. هذا أرجع جذر الأصلة. الجذر ليش صارت x ده على القوس؟ لأن إحنا قلنا دائما الأس هو شنو؟ x على y، والx هو أنا راح نوضحها تحت الجذر. قلنا هنا أس 3 على 2. دائما الاكس يتمثل قيمة الاكس البسط، والواي هو المقام. من اريد ارجعها للجذر، الواي تكون هي اس الجذر، والاكس هي اللي راح تكون اس داخل الجذر. ناخذ اكزامبل رابع اللي هو تكامل 2t زائد t اس سالب 1 الاس تربيع. هذا ما أقدر أني أقول إنه أوفر مشتقة داخل القوس وأحله، لأن هنا أنا مو عندي فقط رقم اللي هو ما متوفر وأقدر أضرب، هنا أنا عندي دالة كاملة ما موجودة، يعني أنا لازم أوفر تي وأوفر عدد. لذلك إنه أني أقدر أبسط السؤال، أشوف السؤال إذا أقدر أني أبسطه، إذا أني أستخدم طرق التبسيط. أقدر أبسطه عن طريق مربع الحدانية. مربع الحدانية شو يقول؟ يقول إنه أني القانون مالته الأول تربيع نفس الإشارة سواء كان السالب أو موجب راح يكون 2 في أول في الثاني، زائد اللي هاي تكون إجبارية زائد الثاني تربيع. هو هذا اللي هو يكون قانون مربع الحدانية. إذا نرجع للسؤال، الأول تربيع اللي هو 4t تربيع نفس الإشارة زائد الأول في الثاني في 2. الأول 2t في 2 راح يكون 4t، في t السالب 1 راح يكون 4، لأن السالب يلغي الموجب، لأن عند الضرب تجمع الأسس. راح أوضح لكم إياها هنا، عند الضرب تجمع الأسس. إذا t السالب 1 في t موجب 1، إحنا قلنا عند الضرب تجمع الأسس، t الأس سالب 1 زائد 2 صفر، وأي شيء مرفوع الصفر هو 1. راح تبقى لي فقط الأربعة. تي أس سالب 1 تربيع تي أس سالب 2، لأن سالب 1 زائد سالب 1 راح تكون سالب 2. هسه أكامل كل دالة على حدة. 4 تي تربيع شنو تكاملها؟ ثابت ينزل تي تكعيب على 3 زائد 4t على 1 تبقى 4t، تي أس سالب 2 زائد 1 تبقى تي سالب 1 على سالب 1، 3 على 4t تكعيب زائد 4t ناقص 1 على تي، رجعت الأس السالب إلى كسر زائد الكونستانت.
ناخذ ايضا مثال اللي هو رقم 5، x زائد 3 على تحت الجذر x تربيع زائد 6x dx. اول شيء انه احول الجذر قلنا لمن؟ الى اس. زين، مشتق هذا هنا اقدر احله عن طريقة توفر مشتق داخل القوس. ليش؟ لان اني متوفرة عندي الاكس، فقط عندي ارقام هي اللي راح تكون اني لازم اوفرها. مشتق داخل القوس ايش قلت؟ 2 اكس زائدا 6. انا متوفر عندي بس 3 وهنا أنا بس اكس، اذا لازم اضرب بمن؟ اضرب باثنين. بما انه اني اضرب في اثنين لازم اقسم على اثنين، لان حصير اثنين اكس واثنين في ثلاثة راح تكون ستة، وهنا النص يكون خارج التكامل. وفرت مشتقة داخل القوس دايركشن اني اكامل، ينزل النص، هذه مشتقة داخل القوس ما تدخل عندي بالحل. اكس تربيع زائد ستة اكس سالب نص زائد واحد راح يبقى لي نص على نص، وتساوي لي الاثنين تروح ويا الاثنين، وتبقى لي اكس تربيع زائد ستة الاس نص، وارجع الجذر كما هو. ناخذ ايضا مثال اخر، اوجد تكامل اكس زائد اثنين على اكس تربيع. هنا أنا اقدر اجزئ الدالة، اكس على اكس تربيع زائد اثنين على اكس تربيع. اكس تروح ويا الاكس تبقى لي واحد على اكس زائد اثنين على اكس تربيع. احول المقام المن الى اس سالب اثنين، والاكس الى اكس اس سالب واحد. هنا اني اقدر اكامل. هنا ما دام عندي الاس سالب واحد، قلنا هاي ما نقدر نكامله عن طريق انه انا اقول سالب واحد زائد واحد، ليش؟ لان راح يصفر. اذا قلنا نكامله حسب يا قاعده، حسب قاعده اللم. اراجع كسر، انا هنا رجعت لكم يا السالب واحد حتى ابين لك انه السالب واحد ما يصير، فرجعت رجعته الاصله واحد على اكس، واخذت له لن الاكس زائد 2 اكس السالب 2، هاي اقدر اكاملها حسب القاعده اللي هي القاعده الكلاسيكيه اللي موجوده عندنا، اللي هي 2 اكس السالب 1 على سالب 1، لان سالب 2 زائد 1 هي سالب 1، لان الاكس ناقص 2 على اكس زائد سي. هسه شنو عندنا؟ عندنا ال المثال السابع، المثال السابع اللي هو يقول اوجد تكامل exponential x على 1 زائد 3 exponential x dx. اذا قلنا دائما احنا المقام نحوله الى اس، ف exponential x 1 زائد 3 exponential x اس سالب 1. هنا ايش قد مشتقة داخل القوس؟ قلنا دائما مشتقة داخل القوس هي انزل الدالة كما هي في مشتقة الاس، الدالة exponential x مشتقة x 1، لكن هنا عندي مضروبة في ثابت، فش تكون 3 exponential x. انا شو متوفر عندي؟ فقط ال exponential، اذا لازم اضربه في 3 واقسم 1 على 3. اذا 1 على 3، 1 زائد 3 exponential x تنزل كما هي ناقص 1 dx. اني هنا اقدر اكامل حسب قاعدة الكلاسيك اللي هي سالب 1 زائد 1؟ لا، لان الاس راح يصفر. اذا شو اسوي لها؟ ارجعها مقام واخذ لها لين، او دايركشن اخذ لها لين بدون الاس السالب. حد هنا ينتهي الحل. هذه ان شاء الله هو اللي راح يكون اخر مثالين نختم به المحاضرة. اوجد تكامل 3 اكس تكعيب في اكسبونيشال ناقص 2 اكس اس 4. اذا هنا مشتقة الدالة اسية اساسها اي، اللي تنزل الدالة كما هي في مشتقة الاس،
مشتقة الأسج قلت سالب 2 في 4 سالب 8 x تكعيب. هنا أنا شنو عندي؟ فقط x تكعيب مضروب في 3. إذا استخرج الثلاثة كثابت خارج التكامل، ثم أوفر مشتقة داخل القوس اللي أنا لازم أضرب في سالب 8 وأقسم على 1/8، أطلع السالب للخارج. إذا كيف راح تكون؟ قلنا مشتقة داخل القوس ما تدخل بالحل، سالب 3/8 إكسبونيشال ناقص 2 إكس الأس 4 زائد سي. أنا هنا منطيتكم فد نوت تقول مشتقة الإكسبونيشال هي عبارة عن الدالة مضروبة في مشتقة الأس. إذا الدالة مضروبة في مشتقة الأس، في هذا السؤال مشتقة اليو إكس يوجد بها نقص، يجب أن نوفر 8، لذلك نضرب في سالب 8 ونقسم على 8، وتكامل الإكسبونيشال يبقى نفسه إكسبونيشال. هذا المثال الأخير يقول تكامل 2 الأس سالب 4x. هذا شنو؟ تكامل قلنا دالة ذات أسية ذات أساس عدد حقيقي موجب. كيف يكون تكامله؟ التكامل اللي هو يكون الدالة تنزل كما هي وأقسمها على لن الأي في مشتقة الأس. زين، أنا مشتقة الأس أدي متوفرة هنا، ما متوفرة المشتقة الناقص 4x هي ناقص 4، إذا أضرب في 4 ناقص 4 وأقسم على ناقص 4. إيش راح يبقى عندي؟ فقط الناقص 4 في الدالة تنزل كما هي في لن الأي اللي هو لن الاثنين زائدا السي. هنا ما ننسى إنه مشتقة داخل القوس ما تدخل بالحال. مشتقة الدالة الأسية ذات أساس أي، إذا يجب أن توفر المشتقة، وهنا يوجد نقص في المشتقة وهو لن الأي موجود، إذا أنا أقسم عليه، وأيضا إنه أنا يجب أن حسب القاعدة الخامسة هنا نقسم على لن الأي. وياكم مدرس المادة دعاء أحمد ياسين العماري، إن شاء الله المحاضرة تستفادون منها وأتمنى لكم التوفيق.